السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم غادي ندير لكم طاجين بالكفتة. تابعوا معايا المقادير. كنحتاجو كمية من الكفتة، زيت الزيتون، بصل ربيع مقطعين، توابل كاين الملح، كركم، ثوم، كاين توابل اللحم كنقولها بالدارجه المغربيه مروزيه، كاين الفلفل الاحمر، كاين الزنجبيل. بالنسبه للطاجين كاين شويه السمن، ابزار، فلفل احمر، ثوم، كاين الكركم، وللتزيين كاين البيض. نبداو على بركه الله. ديروا واحد المقدار ديال الزيت، ندير واحد تقريبا كاس ديال الماء ونوضعه فوق النار. من بعد ما وضعنا الطاجين على النار كنخلط هاد التوابل، نخليه حتى يغلى وندوزو دابا نشرملو الكفتة ونكوروها ان شاء الله. غادي نضيفو توابل، نضيفو بصل ربيع، درت شوية ثومة محكوكة إلا بغيتو، ولا الثوم يابس. أنا درت غير الثوم يابس، تقدرو ديروه نتوما، ديرو طاري وتحكوه. ونسيت ما ذكرش لكم مطيشه كتسلقوها جوج وحدات او ثلاثه، جوج كبار او ثلاثه صغار، كتسلقوهم وطحنوهم او كتضيفوا صوص طوماط، راه كتباع واجده. انا غندير غير صوص طوماط، نسيت ما ذكرتهاش لكم. غنديرها في الطاجين وانا غنكور على ما غلى الطاجين. هنا كنزيد النار ومني غادي نضيف ليه اللحم غنقص ويطيب على نار مهيله. دابا غنبدا نكور فيه. حاولوا ديروا الكويرات في نفس الحجم. هو سير اي بنات اي وجبه، لا اللحم ولا الدجاج، يكون مقطع او الدجاج يعني اللي غتحمره، وسر البنه ديالو هو انه كيترقد في الليل الصباح عاد كديروه. مثلا هاد الطاجين بغيتوه ملي نفرض العشاء، خاصك تكونوا ديروا وقت الصباح وتصوبوه وترقدوه الكويرات وديروهم في الثلاجه باش كيشربوا الدغميره وكيجي لذيذ. ها هي صوص الطوماط اللي قلت لكم غادي نضيف، نسيت ما ذكرتهاش. وكتحتاجوا حتى هاد الفرماج هذا حتى الاخير ديال التزيين. انا غنقص دابا على الطاجين غيبدا يغلى وغنضيف هاد صوص الطوماط. غنستمر في التكوار. الطاجين راه ضفت ليه صوص الطوماط وحركت بالملعقه، خليته كيطيح حتى يغلى على ما كورت هاد الكويرات.
تنكمل ونرجع معكم ان شاء الله. من بعد ما كملت الكويرات ستفتهم في الطاجين، غادي نغطي عليه حتى يطيب. من بعد ما طاب الطاجين هانتوما شفتوا كيف جا، فقصت فيه جوج بيضات وزينته بالفرماج على هذا الشكل كيف شفتوا. كغداء او عشاء وتترافقوا بالسلطات او عصائر كيبقى لكم الاختيار. دائما كنجيب لكم الفكره وانتم كديروا الاضافات اللي بغيتوا. كيبقى غداء صحي لان فيه غير زيت العود باش او زيت الزيتون باش نصبناه، وكنخرجوا على المعتاد يعني الزواق الروتيني اللي كنديروه بالفلفله والزيتون، دابا درناه بالفرماج. شهية طيبه، كنتمنى الطاجين يعجبكم وينال استحسانكم. ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس كذلك التعليقات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا دائما الصلاة على النبي.